خلف العطر والألوان أسافر في شذا الشريان، وأعلن في الدجى أني عشقت النور والألحان. سعيدة أوقاتكم. محمد معكم اليوم، بدنا نحكي عن عطر من العطرات الرجالية يلي ممكن نستعمله بفصل الصيف، ورح نحكي شو العطور اللي ممكن تشبهه إذا كان من عطرات الماركة أو العطرات الثانية اللي بنفس أسعاره. هلأ هذا العطر من العطورات الجميلة جدا، وبميل للشيء الفريش اللي ممكن انه ما يضايقنا او ما يضايق الاخوة اللي بيحطوه بالبلدان اللي عندها صيف كتير حار. عطر كتير حلو، ما رح نطول، هو عطر كلب دينويت من ارماف انتنس. كلب دينويت من ارماف انتنس. الكلب دينويت من ارماف والفيرجن الانتنس هو عطر، اذا بتشوفوا مني، هو عطر شبيه بالكريد افنتوس. يعني اذا بدنا يعني نشبه اكتر شيء بيقرب للكريد افنتوس هو الكلب دينويت ارماف انتنس. هلا بيفتح العطر على يعني من نوتاته الأناناس، التفاح، البرغموت اللي هو يعني زهر الليمون والليمون والتوت البري، وبنوتاته الوسط، بنوتة الوسط في عنا الورد والياسمين وعنا البتولة. وبالقاعدة بس يطفي العطر على القاعدة بيروح للمسك والأمبرجيس أو أمبرجريس، و بعتقد بيدخل فيه الفانيليا بنسبة خفيفة. هلأ عشان ما تفوتني هون معلومة، من العطورات اللي من الأشياء اللي درجت كتير الأمبر جريس هي تقريبا نوتة العنبر أو أكورد العنبر، بس صاروا يستعملوا مع بديل تاني اسمه أمبركسان اللي مهتم بتركيب العطر، وإن شاء الله رح نفرد فيه فيديوهات خاصة لنحكي فيهم على المركبات التانية مثل آيزو إي سوبر وأمبركسان والكامورين، هول الأشياء كتير مهمة إن شاء الله رح نفرد لها يعني فيديو خاص فيها ونحكي عنها بالتفصيل أكثر. هلأ بالنسبة للافتتاحية تبعه، بصراحة أنا ما عم مقدر شم فيها الأناناس الباينابل. وإذا بدنا نشبه هذا العطر يعني شو السبات تبعه، سباته كتير كتير رائع مقارنة حتى بسعره الاقتصادي. بعتقد أول كان سعره بحدود شي 20 يورو، هلأ يمكن سعره بحدود 40 يورو. في شغلة تانية هيك بين هلالين بين قوسين، اللي بيشتري عطر كتير حلو، هذا كتير كتير حلو، يلي بيشتري عطر ينتبه على سفل الكرتون من تحت بيكون في الباتش نمبر. الباتش نمبر كتير مهم لتعرف الوقت تبع طبخة هذا العطر. يعني يمكن بعد فترة تحتاج تشتري، فيمكن الباتش نمبر يكون مختلف. على الباتش نمبر إذا مثلا العطر وين فايدته، إذا العطر حبيته أنت وشفت سباته منيح والبروجكشن تبعه منيح فوحانه كويس، يعني حبيت العطر، لازم تحط الباتش نمبر عندك لحتى وقت بدك تشتري مرة تانية تشتري على نفس الباتش نمبر، لأنه ممكن تنزل طبخة تانية بعده أو طبخة من قبله وتكون مختلفة عن اللي جربتها أنت. انتبهوا منيح، أحيان بيختلف العطر مع أنه نفس الشركة هي اللي عم تنتجه،
واحيان هون هاي كتير معلومات مهمة يعني قليل اللي بذكروها بس قليل. احيان الشركة بتغير الفورمولا تبع العطر فبتختلف الفورموليشن تبعها، بيدخلوا مركبات تانية او بنقصوا مركبات تانية، هون بيختلف معك العطر، ما بتعود بتشمه بنفس الريحة الاولانية. هلا هاي من الاشياء يلي حبيت يعني اذكرها، ومن الاشياء المهمة اللي لازم ننتبه لها. عطر حلو كتير واقتصادي، بيروح للي البجت تبعه محدود او بحب شوي يعني يكون حتى للي البجت تبعه منيح وبحب يعني يغير او ما يحس انه كتير يعني انه كتير غالي مثلا الكريد او هيك، في روح للكلاب دينويت انتنس من ارماف. هلا اذا بدنا نشبههم التنتين مثل يلي راكب مثلا سيارة اودي وبعدين معه مصاري اكتر ركب مثلا روز رايز، وهو التشبيه بتمنى يكون يعني قدر يوصل الفكرة. يعني من الاشياء التانية يلي بيميزه لهذا العطر انه فعلا ثباته حلو، وفعلا تغييره وقت يروح داون لتحت على دراي داون بتحس انه فعلا في يعني رقي بالعطر، له روحه الخاصة، عرفتوا كيف؟ فبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وان شاء الله تباعا رح نكمل بالاشياء التانية. في بعتقد عطر تاني بيشبهه من عطورات الحرمين اسمه افنتشر، او بعتقد هيك افنتشر من عطورات الحرمين بيشبهه كمان، بس بعتقد عطر الحرمين اغلى منه. انتبهوا لحالكم، بحبكم كتير. محمد كان معكم وبأمان الله، باي باي. وخلف العطر والألوان أسافر في شذا الشريان، وأعلن في الدجى أني عشقت النور والألحان.